الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هلكا وحنك قلينا بإذن الله الكريم حلقة النيسة الدحات ونبهد ليني موضوعي كساب سناي خوارجته وحنك سوى هذا الليل وقتي يأي باللودين يسيدي أي كب اللودين يوحيا به أي سمعيين سيدا أفعاشو دي حمادة يددك إسلام كاكولا الدقال لبيين أي كدلين خليف كي إسلام كا أهنا أهانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هل كوحن كقلينا مركي أي دلين سيد علي رضي الله عنه وأرضاه كبعد وحي أي سير غبنا أيان أيان هدنا السيخ راسينا إنه مركي أي سيد علي عليه رضي الله عنه أي عن الدلين وحي قد قلنا إن إسيا أسطورة يا سيدي هرب أي سقرين هيان مركي لبربريي كبعدي إن يدد كدح قلان وإسقريان بي بلابين وي فكرة دو دسي هوس هوس وقليان مركي أي دعدي هدنا صلحي ودحيي حسن يا معاوية حسن وها سيد علي ويلكيسي يا معاوية يا واحد أحمر صلحي اللي يقيني وهذه هاد مشهور كوها وسيد سيد حسن وقت تنازلي مدحت النمادي معاوية وقت تنازلي بركة كبعدي يا واحد ظاهري ضعيفة كم إذا خوارجتي أياها دنا مدح سويت تاجين مركا اسمو جيان وحالا دقال لمي عيدا آدو حوق بدناء وجوغ الشام أيا آدو لدقال لمي اللو أديك سيدي إسيقا أيا دنبا بيي وعرب تيري ميلا إرادة نجيلة أيا كل دقال لمي أولو بابا شي مركا هدنا وحي قد قلين غردي كفن انتي وكهرتي إنا يسكو أسطوران dadka dhexdiisa oo ay si ay haddana mar kale u soo taagaan madaxa ay abaabul hoose galaan sidaas ay isku balansadeen ka bacdi haddana imaaradii ziyaad iyo inankiisii cubaydullaahi ay madaxda ka noqdeen dhulka yacni ciraaq waxay ahaayeen kuwa is-asturahaya ayay ahaayeen muddadaas waxay gudagaleen inay haddana sidii oo kaleeta jamaaca abaabulaan xoog leh oo ay mar kale isku dayaan haddana dagaal inay qaadaan ay ku qaadaan dadka muslimiinta ah iyo dowladda islaamka oo markaa jirto madaxda ka ahaa mucaawiy kabacdi haddana waa la laayay waxaa laga dhigay qolal la dilay iyo wax xabsi la geliyaa laga dhigay markii la laayay haddana waxay gudagaleen inay dadkii isku asturahayaan oo ay dadkii isku qarinayaan mar kastoo la baabiiyo waxay gudagalahayaan isqarin dadka isku asturahayaan marna ma daalayaan waa shayaadiin aan marna daalaynin mar alla markii la jabiyo meesheennii hore aan ka soo bilowno ayay leeyihiin bahalkan geer ururajayaha la yidhaahdo oo markaad ulaydaba ويس بختي جينا يا وحي المركو جوبا وصلنا ولانا يا ويس بحنا هيا وكرا بحبحا هيا سيديو كلي سمي جيري مركز وحي سميين ودارا دها افتراق اي سميين دادك مسلمين تا دحدو ده اي كو كرا تغانا اسكو باهيا ملك لي اي كسو بحان
يعني ديدينا وحي دونين إلى الإسلام كميل وجوغبا إلى إسكباهيان وحا مركا كبعد ظاهري إسباهين تا إسباهيان كبعد عراق لا وحا كظاهري قراء الققامين ينكي لديه ترى النافع بن الأزرق وكمدها خوارج ترقى قوة وين يا صوت ظاهرين واسمو جنها دنبو ذاقلين عراق بو إسكمو جيه ذلك يمامنا وحا إسكمو جيه ننكي لديه جرى نجد بن عامر با إسكمو جيه عيدا مديسي وحا كليتو حدنا أهين حوق بدن أصابونا لفتيسو و يعني عيدا كإسلام كالدى قلما هيي رجل ننكي أساقنا هادي حوق بدناي وأساقنا يعني إسكتها قدولك مصر ورقي مركي هريتا إفراد كهوي متكمد هاي الصوع على راي إسنها الكاسب إسكمو جيي نجدها نفتي سوحو زياديي وخوارج اعتقاد كودي أي اعتقاد سنايا كو زيادي روحي أن لدك على من ددك مسلمين تا وأن كسو هرجيسن روح حاسي قال وايبوي هدو ربها اعتقاد سنادو أنك وحن اعتقاد سنه هنقو عقيداء هادو هدو دقالك كهر المسلمين تالو رجلو قال ويبوي أصابو سيدة أسبو زيادي أنك إلى نجدة قولك يمام وجوغيكو زيادي بلا يدي أي آدو سيهريان عقيدة دو دي فاسد كهيبي وواسعيان إلى مركي دنبع أي أحيابه حكومين أو أي فديان أي كمي دهي إن أحكامتي إسلام كقبل كود بربريات رجم المحسن يا كم إذا روح محسن كرجم قال الرجميو ورجع حل بدله ويبريان وح كلا كم إذا طائفة مرك روح السارقة وحدة أي حدا يانو قعنت كجوين يان وحي جوتشره إلى كل كشة أي جريان قعنت ورنا وجوين يان ماشي شرعي هو علينا كفك لجويه وحي جوينيين إلى كل كشي جوينيين وحي كواجبيان قبله حيث كغبي إن السلادة دكذا بكواجبيان وأيضا وقت جاي حيث كغبت كجرته إن الواجب كتا إن السلادة دكتو أي واجبيان وحي كوكا لما حكميان قفكي كتاقا أمر كلا إسفرها يا معروفة منكر كالريبي دي سيسكتافة وضدك منكر كأن كالريبي معروف كان آنفر أصابه وواده يو كرايا حدو كتاقا وقال بيدي وقال بيدي حدو سن وواده كرينة وحاوهي معذور وهي وحو قدعة كبيرة وين ودنوبتا ووين وكبيرة دا كمدا وقدعة بيدي إذن أصابنا وحو قبابة إلي الحكم الكفر قال لماذا حكم كيدو قبابة أصنا قال ويا بيدي إلا وحي قبن كبيرة هدي كدعة دو قفك إن أقال لغونا فيو سيدا سي قبن مركز أياك نغفك حتى العدود دار وقتكي فريد رددك معروف كالفارو إيا الرابد منكر كالغر ريبو معذور نغضو عدود وقتكي ذنب وينو كبيرة وقرأت كيدو حكم كقال لماذا هليشين هايين وحي سمين تيري ضدك أهل ذي مدعه أو قالده أو بلنك لقالي أو أيكو أي بلنك لقالي وإن نبت قلي تيري وأي كهرين وما بمبيحي تيري مدلقا بما بمبيحي تيري وحي ديه جنا ضدك أنك بلن لقالي قالبها آهدين قعنتيني كتيرين واسيدة اسمت طابانين وسيدة سيديه تيري وقبل كود قبل وابو بمبيحي تيري لكن قبل باسيدة سعبيدة إسنائيين لكن قفك إسلام كون نسبة شاكتا وحيكو حكومين إن الدلال ومالكي سغفاش غاتان بوبان صبيكو سمايان سيداس أي حكومين وإياكا قوان كوداها مرحطو إسلام كون نسبة شاكتا وحاوو حكومنا قتل إيا صبي إيا نهب بوب حوليه سيلا بوبا يساسا وحو حكومنا مركا لبقو ربا يا هاي أياكا لفتول قال وحي سمين تيران وحيا بهاس أيكم غفك أييرين أو وحا لغا ربانو شريقين أي دير تيران حوليه سنبوب تيران صبيكو سمين تيران وهكذا قال نوا أييري تيران مركو هري وحا سان كاربنا عقيدة دينينا توقشان كاربنا
مو عقيدة نغطو وأتك صواب حدو عن بحنا أدلس عطو قال هذا أدلس عطو إسلام قال كودا مركز الدو ديدو مركز الدلة هي اللي دلك هو بلاوي لقد أصبر يا هاي قل مركز دعوة إسكار مريتير قل أنا إسكام هور مريتير لقد أفرض يا هاي لقد أصبر يا هاي ومثلا ب قل هذا يعني أقول يا ريس الدعوة أقول يا ريس تبرير كده كان هيان ما هني كوي هري كعقيدين إنه دي كيسو بناي هاي مار كيسو بناي هاي كوي هري عقيدة ذا كي كلام دينه لكن وحي كوضان حوغا سوجي ذا شعملا أي كدقة هيا سيدا سيكو يرى يا ضد رقي مركا مشايخ ذا هاي جوغي وقت غاس وحي كسلين دواوين واوين كتبه كهوري سي تاريخ ذو حسطو دبنا اللوغو يعني اللوغو حسيسنا ذو وحي ضدك إسلام كافو غفتين من كاس رقي وحكا سنفو أخبارتا كهوري وحا كمدها ننكي لديه ترابي مخنف او مقعيس لديه جرالو دبنو يحيا كتاب وين بو كهوري وحا كتاب كخلاسي إمام الضبري يا كتاب كيسا تاريخا دحديسا كخلاسي او كهوري وحا كمدها رقا كتابها كسنفي أخبارتو ده هيثم بن عدي وحو كهوري أساقنا كتاب بو كهوري oo uga hadlayo dhibaatadii iyo xaradkii ay u geysteen dadka islaamka ah waxa kamid ah maxamed bin qudama al-jawhari oo kamid ah mashaaxdi imaam al-bukhari imaam al-bukhari kitab ka sahih yani sahih al-bukhari gali ila sheikh askale iyo wasabna sheikh isaaha laakin kitab ka bukhari gairki ayuu sheikh ugu ahaa bal ilaada kitab uu ka qoray sabuna weyn oo ka hadlay nimanka khawarijta ah وحا كلا كهد لي إمام كي وينا هو أبو العباس الببر كتاب كي سوينا الكامل بو كغرا سبنا لكن تاريخ دو دي وحيابه وكغرا أخبارتا وحي علمتو دها بلا سند ويوز عني بغير إسناد أيو كورينا هيابين لكن رقا هدا صوشيرنا أيوكو إسانيدي كو بحينا هيا أخبارتا إلى قول قول والبايبا وكنتو هودو خفكي يري فعل والباهنة وكنت هذا قفكي سميي أي سنة اتحايان أفترع وغفب غفكي وكغاطيع وحيري إمامك ويناء الغاضي أبو بكر بن العربي خوارجته لابا قيبوت بي أهايين بي لابا سنفيبو كنبي لابا قيبوت قرر وحي أهايين سيد عثمان يا سيد علي يا أصحاب الجبل يا قردي عن وقعة صفين qoloyin ka soo dhan iyo qof kasta oo ku raadi noqday tahkiimkii dhaxmaray Muawiya iyo Sayid Cali waa gaalada qolad qol sidaas ay qabeen qolada laba waxay dhihi jireen qofkii kabiira la yimaada oo dambi kabiiraha uu ka dhaco waa gaal mukhallad fi nar abadan ah gaal weeye naartaana lagu waarinayaa weligii ma ka baxayo سيداس اعتقاد سرايه امام ابن العربي اي اسلبدا قيبود كدغاي لكن امام ابن العربي غير كود اسغا غير كي waxay dhahan sinfiga hore wuxuu farac ka yahay sinfiga dambe oo kabiirada wax ku gaalima xugminaya ayuu si farac ka yahay wa ayuu ku horaba waxay dhahan tahkiimka ayay aya dambi aha dambigaas ay ku gaaloobay kuwaasi maadaama dambi ay ku gaalima xugmiyaan kuwaan la dambi ayay kuna sidoo kale ay ugu gaalima xugmiyaan dadkii labaduba waa isku kabiireen hal dambi bay isku noqonayaan waa asagoo mid ka hore farac ka ah mid ka dambe sidaas ay ku tilmaamayo imaam al-ghazali isaga laftiis wuxuu ka hadlay qolada khawaarijta buu ka hadlay kitaabkiisa wasiid ayuu uga hadlay asagoo rag kale oo ka horeeya ku raacayo ka soo raraya iyo xukumkooda ay leeyihiin ayagu يو وحكت الكلمان نمنكم مقالبا مسوى مسلمين مالذيه كراوا قال خدوبين مركي أي مسلمة هايين كبعد مسلا مالذيه كراوا مسلمين تيكو تيران أو فرغة مسلمين تكمي دوية وحو يري وحو كسر على مشايخ دي لبوت غبا قوبو كسر قال وحو ليه حكم كود وحوية ردة ويا بينهن حكم أهل الردة أيون نغرها يا بينهن حكم أهل الردة أيون نغرها يا بينهن قلنا واحدهن
مايا حكم كود حكم أهل البغي ويبيه ولد البغاة هي بحكمه أو إمامك عادلك خلافته أو كصوا بعد كركيسة قرد أسوك كمديه هنا لركوا سي بحكمه لكن إمام الرافعي وحو رجحها هي قول كهراء إلى يعني أهل الرديه ومركا إسلامين كبعد إسلام نمدي أي كبحان مركان مرتدين إليهين كاسا إمام الرافعي رجحية قول كاسا الراجحة إن أيهين مرتدين قارا بعد إسلامهم من الردوبين أيوه رجح إمام الرافعي رضي الله عنه وأرضاه مركا مثل الإمام عن إمام البخاري هذه أنا قد قال له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكهد ليس خوارجته وحن سواق ضدنا كتاب كوين البخاري قاه وآه أصح الكتب بعد كتاب الله كتب متك وغسها حسن إلهي كتاب كيسك بعد وأصح الكتب المصنفة كتب لصنفه إلا مخراك ماها مصنف لصنفه ماها وكلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصاب ماها مصنف لكن ومنزل إلهي حقي سلغة سودتي تبريل لوقو لو وحيودي نبي قو كسودتي كركيسة كاوي مركا كتبها لصنفين وحا أغسي حبضا كتابك بخاريا وحا كحيق كتابك صحيح مسلم أيا كحيق اللي يرادو هرتين اللي يالان كل قول إمام مركا يعني لبدو دا صحيح اللي يرادو الصحيحين بالاسم يرادو وحي كهدلان حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح هاي يا لبدا الشيخ اسكو لازميين هنا يسوى كل ميان أو لبدا كتاب أي كل ميان وحا كريتو اجرى كتابة كرى ليرى سنن سيدة سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجة أفرتو داسنا وحا ليرى دا أربعة سنن بان ليرى دا وكتب السنن أفرتاس إيا لبدا أوران شاقنا صحيحين كا يا وحا ليسكو يرى دا أمهات الستة لحدي أمهات تاهيد بالاسكو يرى وهو يوينكي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لحداثة أمهات ستة الإرادة أفر سننة هي اللبدة الصحيحين كه وحسوق عددنا أحاديث إبحيان إنتاس وكهد ليس خوارجت وحن كلا سوق عددنا أحاديث إبحيان كتبها مسانيد سيد مسند إمام أحمد بن حنبل مسند الشافعي مسند أبي يعلى كتبها مسانيد أحاديث بحيان وخوارجتك هذا ليسنا أيك روان سوق عدن دونا وحن سوق عدن دونا أحاديث كريتو وأيك هذا ليان كتبها كريتو ومسانيد أنا هين سيدا كتب الأجزاء كتب الأدراف أحاديث أي بحيان وخوارجتك هذا ليس أيضا روان سوق عدن دونا بإذن الله الكريم لكن وحن نغنيا يعني أحاديث أن عسكنا إنه سيدا غالبك أحاديث أي وريان أمهات ستة أيين غنية خاصة كو أي وريان بخاري يا مسلم أي بحنايا وكتابه هذا لماذا كتاب يكون بحنايا مرك إمام البخاري وكهد لي لمن كان خوارجت أه لمن كان خوارجت كتاب كيس الصحيح أبو بعض وحقو الدرع قرد المرتدين تأه إي أيكا يا ملحدين تي يو اسكو كتاب ايو قلي يو قلي او كغاهد لي مركا مركي حكم كودا ما شان اخذو سيدا يو غاهد لي ان كهد لي انو ايانا ساقا سنين عيسو سيدا او كينا يو يان حسي دونا بإذن الله الكريم امام البخاري وحو صوتر اياه او كتاب كان هدا شاقنا يكسو لحديسة كسو رر اياه اثر لغوري عبد الله بن عمر او اها سيد عمر ويلكيسي وحير عبد الله بن عمر خوارجت أساقو كهدليا أساق رأيكي سوحوها إن إيه نمن كان خلقك إلهي أبو ركوه أبو شرط بضن كوه أبو شرط بضن إن إيهين سيدا سيوف رأييري وحو قبئنا للسلام
إن الصلاة لا لد ككرم إن يعني مثلا لا لم عاملون إن الدين لقى قادنا إن سيدا سوى اعتقاد سنة جنازة ودعنا الحاضر إن هدي جردان على صواب بوغان إن أصحابتي قوان كو قارئ بو كم إذا إساق إيو عائشة إيو هك بضنبا كو قارئ إيو يعني أصحابتي قبل كم إذا مركة عبد الله بن عمر وحوها إمام البخاري سيدا وصار رأيه وحو يري إمام البخاري وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم ينطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وحو أرك يبو يري ابن عمر إن أيهن خلق غير هي أبو ركوة أبو شربضة وحو دهي كون خوارج تاهي وحي آدي آياتك كسر الدقي قالدة أي سوق آدي مركز وحي كد جنيا تدك مؤمنين كركو دعي كد جنيا الدليل وقد قال أيان أيك كحكم أيان تاسو كؤيدي سيدا سو كؤيدي عبد الله بن عمر رجع هذا وحي وهذا وقدم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولما وحي أصو عام كوها راد راعة نبي أثرتي سأو راد راعة حديث الأماكن حديث اللي يراه بير وحديث آدو أدقع أو كغشة كينا يو نبي عليه الصلاة والسلام سفر وقالي مال ودقي سلاده كدو كدي يسيدو سفر كازي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السفرين كيف يدي أو بها يو تطبع كسبي مركز ومكان كدو كدي ماشي أمري ماليه وكوها بين الدحر كدها بين فرو جري ماشي يعني ثربة وكرهران جري دا بدأ ماشي فريسين جري سيدا سوء سيرات راع حديث الأماكن الإرادة وأنك سيدا نرات راعي حديث كاس مركا حديث النبي آدي آد لنو تطبع بوها ورق الله قدم بيانسك يا أبو هريرة يا عبد الله بن عباسي عبد الله بن عمر بن عاسي رقا سرقا وقوة وين بيان حديث النبي ورمته مركا عبد الله بن عمر وحكوية دي قوة الخوارج تا آيات كالقالدة كسوة دقا إن الإسلام كسارية ويدريشنية وصيدة سئي السمية قوة هدى وهابية دا صومي النار آيات كسوة دقا قالدة أي كركة كسارية ضد الإسلام كا مركاسي وحي إليه وقال كتاب كان هدى السفينة ماشو أنكو نوع عن الكتاب كان سفينة سيدة عن أخر سنة أي وحاوة كتاب لإرادة أصول الثلاثة ومحمد بن عبد الوهاب إسكرية أيكو هدى محمد بن عبد الوهاب وحي كدقان إن خوارجته كمد مهم لها الله يكاكنا دقايا الله كخوارجته نمكي تجديدية وعصبه رئيسية وقت جيسي وفعاشه دي الدبقين أصابه أصابه سفع عن الدبقين كوه هذا الجوغان أضابه دواب أصابه أصابه معتمد وقه أصابه معتمد وقه مشاهه وحاوة تلاميذ ديسي أيها وقه سيدا يحط أقوك قال لمحب من أيان ضدك مسلمين تا أعساك لفتي سوكو قال لي محبي بل دكا كالباريس كبتاف مش أخديسي أيو كنت المامي إنا يا حيان كوان توحيد كقراني هذا الروح التوحيد أقوانا نوار روح قال أول كتاب قال إلى تاريخ النجد رسالة الطبنات أي قراء رسالة ودياري أي كتال رسالة أو ديرة أو كلا ديرة هي ملوكت أي كتال ولقو أروري رسالات كيسي بلقو أروري ورقي يعني تلاميذ ديسي هي كو أروري مركز بوحولية علم ما ضلببوير لقد ضلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا معنى الإسلام وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك علم ما ضلب انت علمك ضلب يضط وحيئي غنين بوير إن أنا هنين عالمة ودين تأتو قرنية مركز ضدك عالمي هي غانانة معناها لا إله إلا الله ما أنا قرنين معناها إسلام كلام الغنب مش أخلي وحي صبرتنا صاصي عايم توحيد خميسة نغنب معنيه سميسة قرنين إسلام هو وحي هميسة نغنب وحكم إذا رجع أساق مركع مش أخذ أوها أو إنكير أيو رجع بخارج شرحي مسلم شرحي أبو داود شرحي ترميدي شرحي نسائي شرحي ابن ماجه محمد حيان سيدي ما كمل صاحب الحواشي
على الدواوين السنة الستة أمهات الستة دواوين تكتبها يكون يالا أصغى وحو صار حواشيب صار وحكم إذا ما شاء دولية توحيد كما قراني سينما توحيد كقراني بخاري وشرحية سينما توحيد كقراني إسلام كمعنيه يسمى مسلم وشرحية مرك كلام كاسو فهذا واكو قال لمحو المشايخ ديسي والسيدة إياك اللفت ودكوها هدى جوا كتابه فافياء والسيدة وحنو عاسم مركز وفي رسول كتاب أسول الثلاثة أدبض لي يا ريس حتى لم يدور بها بي المهي لك أقوليه وآخرنا هيا لكن ما فهمها هيا آيات بل أغلي أحاديث ما يقرنا هيا مع أنه هذا وحي كان يسبب نزول كوريا ذاتي كسوة دكتين مدنا وشيك ما يعني لكن إسلام كي حتى قد بغيا سيدة خوارج تانا إسلامين أيام عبد الله بن عمر وكويري آيات كي قال هذا كسوة دكي أي إسلام كوركي سيير أيام مؤمنين تي كوركو دير أيام ساسو كوريا دي حديث كأثر أثر كاهو يعني ابن عمر وكوري إمام بخاري إمام الضبري أي سنة كي ستحيا سنة كأوكسو أروري مسند بن علي أي أحد يسكتير حيا يعني تهذيب الآثار يعني كتاب حديث سكاه هذا ولبا الدريق أبو نيكا إلى بكير بن عبد الله الأشد نيكا الدريق يسا يكور إليا بكير كلفتي سنافع بوكا غاليا نافع بكير بسؤال وحير كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية أصحاب الحرورة أيا لديه تروا مقالة يسكو بهايستين مركا أصاب بكير وحي سؤال النافع سدابا رأي ابن عمر هايبوير نمنك خوارجته أو كرأيي لي أهستي مركز بوحو يري نافع تلميذك ابن عمر بوها كان يراهم شرار خلق الله وحو أحمد رأيي إليهين خلق إلهي أبو ريك هو أبو شرط بلن إليهين بو رأيي لي وحو أها مدكو عادية آياتك قالت كسوة دقي إن أييري ينضط مسلمين تقرقود سيداس أيكو إليهين أثرك وحكري ويحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري وحكري سنة كيسة صحيح بوكري رجاش سوى الرجال الصحيح وسنة صحيحة بيور سنة كاس مركا يعني أثر كاس وحكرا ضمد حديث كيها يعني النبي عليه الصلاة والسلام كسر ناضي وأصدر الصحيحة إمام مسلم باب حنية صحيح مسلم وشرحه صحيح مسلم ويسكره إمام النووي أيها شرحي مركا أسقى بحنية أسقى بحنية حديث مسلم دوي ومرفوعة وحو كغشي كيني وصف الصفات كخوارته كغشي كيني وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة خلقك يا خلق هذا بقوة بشرطة بدوي خلق هو وحي عقل له خلق هذا هو وحي عقل له هاي بها إنك بها غضي إن بها الدقاق يا وحي صار ما سيو قريا كل قد يقع بشر بدم يقع بشر بدم مركا عبد الله بن عمر مركو رها وحي الرأي وحي مركو إمام بخاري لا وحي الرأي إنا يا إنا يا هاي شرار خلق الله حديث كلفت سوق غاضن النبي قال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخلق خلقك يا خليقة هو بشرطة بدو يم سيدا سوت المام مركا دلي خلق عن مخلوق هو شر بدنيه قال دي وكشر بدنيه قال دي وكشر بدنيه كاس عديد قال قادرني شر بديد ود أحاديث كشا كير يس عن إن إشرار خلق الله أب كفر بدنيه وأنا سردين دونا بإذن الله الكريم حلقة النصوص عطا أيام تثي دونا انت اسبن حلقه دي نفسه قبل قبيليه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.